اهلا بيكم في جامعه الجلاله، معاكم دكتور عفاف العوفي، استاذ هندسه المواد المتقدمه والنانو تكنولوجي بكليه الهندسه. حابه النهارده ان انا اكلمكم عن البرامج المختلفه بالمجال الهندسي، طبيعه ومميزات كل برنامج، فرص العمل والمجالات المتاحه للخريجين. اللي بيميز المجال الهندسي في جامعه الجلاله ان انت تقدر توصل لمجال ودراسه هندسيه سواء كوادر بشريه او تقنيه عاليه متواجدة بدول العالم، هتلاقيها موجودة عندنا هنا في مصر في جامعة الجلالة. الكوادر البشرية مدربة على أعلى مستوى علميا وعمليا، بحيث أنها بتقدم أفضل خدمة تعليمية للطلبة. الأفضل من كده أن احنا بنلاقي المجال العملي اللي بيهم خريجي المجال الهندسي، أنه هو بيوصل لتدريب 100% على أحدث التقنيات، جميع المعامل مجهزة بأحدث التكنولوجيا، بحيث تتيح للخريج أنه هو يقدر من أول يوم يتخرج فيه أنه هو يواجه سوق العمل بكل تحدياته. هكلمكم دلوقتي على البرامج المختلفة للمجال الهندسي بجامعة الجلالة. هنبدأ بهندسة المواد والتصنيع. هندسة المواد والتصنيع بمنتهى البساطة هي وقود الإبداع الهندسي. جميع الحضارات بنيت على اسم العصر المميز لها، بداية من العصر الحجري لحد عصر المدن الذكية والنانو تكنولوجي اللي احنا بنحياه حاليا. مصر فيها طفرة للمشروعات القومية بتسمح لخريج هذا البرنامج انه يشتغل في جميع التخصصات، سواء في مواد البناء والإنشاءات، سواء في الصناعات الثقيلة والحديد والصلب، صناعات الغزل والنسيج، صناعات الدوائية ومواد النانو. الخريج بيبقى متميز ودارس لجميع التقنيات اللي بتتعامل سواء في التصنيع أو في طبيعة المواد اللي هو بيستخدمها في المجال المميز ليه، وبكده بيقدر من أول يوم اتخرج من جامعة الجلالة إن هو ينضم لسوق العمل وينافس جميع الخريجين من جميع أنحاء العالم. برنامج هندسة الميكاترونيك والأتمتة الصناعية برنامج مميز جداً لأنه يعتبر من البرامج الحديثة المعتمدة على التخصصات الهندسية البينية، سواء كانت هندسة الميكانيكا، هندسة الإلكترونيات، هندسة الكمبيوتر والتحكم. خريج هذا البرنامج بيقدر ينافس في المجالات الحديثة في المشاريع الهندسية بالأنظمة الحديثة اللي بتتطلب خبرة سواء كانت ميكانيكية وخبرة كهربية. هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة ده أحد البرامج المميزة بالمجال الهندسي، وخاصة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي، سواء المدن الذكية الجديدة زي ما احنا عايشين حاليا في مدينة الجلالة العاصمة الإدارية. ده محتاجة نوعية معينة من خريجي هندسة التشييد. جامعة الجلالة ومعامل المجال الهندسي بتتيح للطالب وللخريج ان هو يكون تدرب على جميع التقنيات الحديثة اللي بتناسب سوق العمل سواء المحلي او العالمي. ايا كان البرنامج اللي انت هتختاره، احنا هنا بجامعة الجلالة هنوفر لك التأهيل والتدريب العملي علشان تكون منافس قوي في سوق العمل سواء جوه مصر او بره مصر. لو حابين تعرفوا اكتر عن البرامج المختلفة للمجال الهندسي او جامعة الجلالة بصفة عامة، تقدروا تدخلوا على الموقع الرسمي للجامعة. منتظرينكم في جامعة الجلالة.